اهلا بكم مشاهدينا، نواصل مدنا المباشر والحي. شكرا للزميل سليمان اسماعيل الزين على هذا التقرير. مشاهدينا، كثير من الاحيان قد نشعر برحشه في اجسامنا وربما تستمر لباقي اطراف الجسم، وبنقول انه كل ما كان في رحشه في الجسم هي تنذر بوجود مرض ما، يجب على المريض انه يتوجه مباشره الى الطبيب حتى انه يطمئن على صحته. إذن حديثنا في مساحة عافية عن شلل الرعاع السعداء، أن نستضيف مباشرة بروفيسور ياسر جاد المول المنصوري، استشاري المخ والأعصاب وعلاج القضاريف. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير. صباح النور، أنا سعيد بهذا اللقاء اليوم إن شاء الله. الله يجزيك خير. نعرف سادة المشاهدين مباشرة بشلل الرعاش، بنقصد به شنو؟ الشلل الرعاش أو مرض الباركنسون أو الباركنسونيزم تعود أصل التسمية إلى مكتشفه الطبيب البريطاني جيمس باركنسون في عام 1817، حيث قام بوصفه الوصف الإكلينيكي. وهذا المرض هو قديم يعني في التاريخ، وهناك يعني كثير من المشاهير قد أصيبوا به، يعني ممكن على ذكر المثال محمد علي كلاي بطل الملاكمة، و الرئيس ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين السابق، وأيضا روبن ويليامز ممثل، وملك تايلاند، كلهم هؤلاء أصيبوا من قبل يعني بمرض الباركنسون. فهو مرض في المقام الأول مرض عصبي، بيكون فيه العلة الأساسية هي نقص مادة الدوبامين في الدماغ. مادة الدوبامين بتفرزها النواة السوداء سبستانشيا نيجرا، هذه مسؤولة عن الأداء الحركي والتركيز والذاكرة والإبداع وما شابه ذلك. فإذا قلت هذه النسبة، نسبة مادة الدوبامين 75 إلى 80%، بيبدأ أعراض مرض الباركنسون تظهر، ومن أول أعراضه اللي هو الرعشة أو الارتعاش أو الهزة أو الاضطراب. طيب، عنده مراحل متعددة مراحل الأعراض ولا هي فقط مراحل ثانوية؟ نعم، المرض هو يعني في وصفه مرض عصبي تنكسي، يعني بيكون تدريجيا بيحصل عملية التآكل في النواة، وبالتالي بيزيد في الأعراض الإكلينيكية للمرض. ومراحله ممكن نقسم إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى بيظهر اللي هو الرعشة والتيبس والتخشب أو التصلب في ناحية واحدة من الجسم، مثلا في اليد، ثم بعد فترة تنتقل إلى الناحية الثانية مع زيادة الحدة والشدة، وبعد ذلك يفقد المريض التوازن أو المقدرة على وضع جسمه في حالة اتزان. والمرحلة الأخيرة أو الرابعة هي مرحلة الشلل التام، حيث نجد المريض يفتقد القدرة على المشي. طيب بروفيسور، يعني أنت ذكرت دي الأعراض الممكن تكون حسية واضحة بالنسبة للشخص المريض وللطبيب أيضا، لكن هل في أعراض قبلية ممكن أنه تدينا نتيجة أو تنذر لنا أنه بوجود شلل رعاش لازم أنه مباشرة نلجأ للطبيب؟ في الحقيقة في أعراض مبكرة منذرة، اللي هو منا الاضطرابات المنامية، الليالي المضطربة التي يكون فيها أحلام مزعجة، والإنسان أو المريض قد يتكلم أثناء نومه أو حتى يتحرك مع وجود القلق والتوتر. فبالنسبة للاضطرابات المنامية لها يعني ارتباط مع ظهور مرض الباركنسون في المستقبل. أيضا حالات الاكتئاب، القلق، التوتر، ولوحظ أنه يعني قبل 10 سنوات من تشخيص يعني مرض الباركنسون ممكن أن تظهر هذه الأعراض الاكتئابية والقلق والتوتر، وأيضا منها وجود الإمساك والاضطرابات المعوية عادة ما تظهر أو تدينا إنذار مبكر بالنسبة لي مرض الباركنسون. يعني ممكن قبل 20 سنة من التشخيص تظهر هذه الأعراض، قبل زمن بعيد ممكن بعيد يكون جدا ممكن تظهر هذه الأعراض كإنذار مبكر على أنه هذا الشخص سيصاب بمرض الباركنسون. أيضا فقد حاسة الشم،
فقد حاسة الشم اللي هو ما يعرف بالإنوزميا. هذا مؤشر قد يدل على أن هذا الإنسان سيصاب، بل أنه كثير من المرضى المصابين بمرض الباركنسون في التاريخ المرضي يقول لك أنا حصل لأنه فقدت حاسة الشم في البداية قبل ما يجيني المرض يعني. هذه أعراض أو إنذارات مبكرة. هناك الأعراض بنقسمها عادة إلى قسمين اللي هو أعراض حركية وأعراض غير حركية. فالأعراض الحركية بتشمل أهم شيء الرعشة، هذه الرعشة قد تكون في الأصابع، قد تخش في اليدين، تكون في اليدين أو في الذراعين أو حتى في الفك أو في الرأس أو في القدمين. وهذه اللي هو الرعشة من أوائل الأعراض التي تظهر على مرض الباركنسون، ويعني هي من الأعراض المهمة جدا اللي هي إذا وجدت فقط الرعشة مع أي واحد من الأعراض الحركية ممكن يتم تشخيص الباركنسون. نمرة 2، وجود التصلب أو التخشب اللي هو ما يعرف بالريجيديتي. بنلقى أنه المريض ما يميزه أنه بيكون في حالة بتاع التخشب، يعني كيف أنه يكون يعني العضلات شادة، يعني لو جيت مسكته مثلا في اليد تلقى أنه يعني التوتر عالي جدا في العضلة، يعني النغمة العضلية عالية جدا يعني. وأيضا من الأعراض الحركية اللي هو في المشي، في المشي بنلقى أنه عنده مشي مميز جدا. يعني ممكن أن أشخص مريض الباركنسون يعني من مشيته فقط على بعد، يعني من غير أن أراه، لأن عنده مشي مميز جدا اسمه الشفلين جيت، زاحفة زي الواحد بيزحف أو بحك في رجلينه هيك يعني اسمه. التمييز ده هو المعرفة يعني. نعم. ما التمييز؟ تمييز لشكل المشية، تمييز لشكل تشخيص المرض. نعم. نفسه يعني ممكن يتعرف. طيب سؤال بيتبادر في أذهان السادة المشاهدين، هل الأعراض برضو بتختلف باختلاف بنية الشخص الجسمانية ومناحته، ولا واحد كل الأعراض على الأشخاص يعني؟ الباركنسون عموما عنده يعني عنده علاقة بالعمر، العمر مهم جدا لأنه بيظهر دائما في سن ما بين 50 إلى 70 سنة، يعني ممكن نقول أكثر من 60 سنة، لكن هذا ما بيمنع أنه يظهر في سن 40 سنة أو فما فوق، زي الملاكم محمد علي كلاي ظهر عنده 42 سنة مثلا. في الحقيقة أنه عملوا أبحاث كثيرة جدا بمرض الشلل الرعاش، ووجدوا أنه في علاقة ما بين ممارسة الرياضة والتمارين الرياضية والرشاقة وخفة الوزن وقلة حدوث هذا المرض في المستقبل. يعني كل ما كان أنه في ممارسات رياضية، التوازن الجسمي كان ممتاز، ده عنده علاقة بأنه الإنسان ما يصاب في المستقبل بمرض الباركنسون يعني. طيب بروفيسور، ودي نقطة مهمة نحن نجيب أنه نجيب عندها بخصوص الرياضة. فالسؤال برضو يعني ماذا عن المرضى هم مصابين بأمراض مزمنة، هل ممكن نحسب إنه الرعاش، شلل الرعاش هو من أمراض المزمنة مع الشخص؟ نعم بالتأكيد، شلل الرعاش والباركنسون هو من الأمراض المزمنة المصاحبة للمريض التي يجب أن يتعايش معها ويأخذ بجانب ذلك الأدوية والعلاجات. ومن أهم يعني ما نوصي به لهؤلاء المرضى اللي هو ممارسة التمارين الرياضية الهوائية والتنزه، لأن ثبت أنه هذا يفيد في العلاج، كما أيضا مسبقا يفيد في تقليل حالات ظهور الباركنسون. طيب بروف، يعني هو مرض مزمن وفي مرضى عندهم أمراض مزمنة أخرى، سكري ولا الضغط، كيف ممكن يتعايشوا مع مرض مزمن إضافي يعني؟ وبالفعل يعني قد تلقى في حاجة اسمها combination of disease، يعني مريض بيكون عنده ضغط سكري ارتفاع كوليسترول مع وجود شلل الرعاش، خاصة أنه بيرتبط ارتباط بالتوتر والأحصاب وكذا يعني. نعم، ولذلك أنه من ضمن التشخيص أن إحنا بنعمل فحوصات مخبرية عشان نشوف المريض هل عنده فعلا في ضغط أدى لتصلب شرايين مثلا، أو هل عنده مثلا سكري دهنيات عالية أدت إلى مشاكل في الدماغ. لأن في الحقيقة أنه أسباب، إذا دخلنا يعني في أسباب يعني شلل الرعاش مباشرة، بنلقى أنه 70% من هذه الأسباب مجهولة الهوية أو السبب أو العلة حتى الآن، يعني مع تقدم الطب الحديث إلا أنه بنجد 70% من هذه الأسباب مجهولة.
30% قد نعزيها إلى وجود العوامل الوراثية عن بعض العائلات، حيث يعني في جين اسمه جين الباركن قد أفرز حديثا يعني، وبقية الأسباب تعزى إلى أسباب بيئية مثل استخدام المبيدات الحشرية والمواد الطلائية، يعني عموما هيربيسايدز فانجيسايدز دي كلها المواد التي تستخدم في المبيدات. وأيضا الإصابات المباشرة للرأس مثلا في حالات الملاكمة مثلا زي ما حصل برضو لبطلنا محمد علي كلاي وكذا، إصابات مباشرة على الرأس قد تؤدي إلى ظهور مرض الباركنسون. بالإضافة لذلك السموم الدوائية، يعني بعض الأدوية في حد ذاتها اللي هو نتيجة ما تحدثه من سموم في الخلايا الدماغية ممكن تؤدي إلى ظهور مادة مرض الباركنسون وهكذا. طيب أيضا الزهايمر، يعني الزهايمر 20% من المصابين بمرض الباركنسون يصابوا بمرض الزهايمر أيضا. طيب بروف، يعني هل استخدام علاج خاطئ أو تشخيص خاطئ ممكن برضو يكون نتائجه شلل الرعاش؟ تشخيص خاطئ أو دواء خاطئ ممكن يؤدي إلى الموت، يعني وليس يعني في محورنا يعني الرعاش. أي نعم. ممكن يكون عنده أبعاد إذا استخدمت يعني أدوية بالذات مثلا الأدوية النفسية العصبية بكميات كبيرة وكميات غير مسؤولة ممكن تؤدي إلى شلل الرعاش. طيب ممكن يتطور يعني شلل الرعاش إذا ما تم يعني إدراكه بصورة صحيحة، هل ممكن يتطور لأمراض أخرى؟ هو في حد ذاته ما بيتحول لأمراض أخرى، لكن بيتحول تحويل مرحلي، يعني مثلا المرحلة الأولى كان في ناحية واحدة يتحول إلى المرحلة الثانية أصبح في ناحيتين، إلى المرحلة الثالثة يصبح عدم التوازن والقدرة على المشي، إلى المرحلة الرابعة اللي هو الشلل التام وعدم القدرة على المشي يعني. طيب جميل، هل في علاج معين باين لكل المرضى ممكن يستخدموا عنده مراحل برضو؟ نعم، يعني قبل العلاج بسيط اللي هو التشخيص بتاع المرض نفسه بيتم التشخيص تشخيص إكلينيكي أو سريري بوجود هذه الأعراض الحركية، يعني 4 من الأعراض الحركية تكفي للتشخيص، أو وجود الرعشة زائد أي واحد من الأعراض الحركية ممكن نثبت التشخيص. بنعمل أيضا مثلا صور شعاعية زي الرنين المغناطيسي للدماغ حتى نستثنى بقية الأمراض، وبعض الفحوصات المخبرية مثل فحوصات الغدة الثايرودية حتى نستثنى اللي هو أسباب الرعشة الأخرى وكذا، ولكن هو التشخيص في المقام الأول هو تشخيص إكلينيكي. بنجي للعلاج، نحن بنحب نكون صريحين يعني مع المرضى حتى ما يعني ياخذوا، يعني المريض مثلا بيجي بيقول لك يا دكتور مثلا انا لمتين اخذ الدواء ده، انا لي سنه سنتين، فانت لابد انه الطبيب يوعي المريض بالمرض نفسه ويوريه ان هذا المرض مزمن حيكون مصاحب لك الى نهايه الحياه، ولكن فائده الدواء والعلاج هي ان تقلل وتحسن من هذه الاعراض وعدم تدهورها او الانتقال الى مراحل اخرى. طيب بروف، في نقطه مهمه، بالعادة حتى الأعمال اللي ذكرتها أنت من 40 ولفوق شوية، مرات في استخدامات خاطئة أو في سلوك خاطئ، استخدام للكحول واستخدام للمواد المكيفة يعني، فبرضو دي عندها أثار جانبية بخصوص المرض. في الحقيقة إنه لو مسكنا المواد المكيفة مثلا القهوة، الشاي الأخضر، التبغ، النيكوتين، وجدوا انه الغريبه في الابحاث انه بتقلل من الباركنسون وتقلل من حدوث مرض شلل الرعاش في المستقبل. طبعا هذه ما دعوه للناس تستخدم النيكوتين الموجود في التبغ والسجائر، ويعني ثبت انه يقلل من فرص اصابه المريض بمرض الباركنسون، وكذلك استخدام الكافيين الموجود في القهوه والشاي. احنا بننصح بالقهوه والشاي لانه فعلا هذه الماده يعني الكافيين لها وجدوا يعني انه بتقلل من فرص الاصابه بالباركنسون، وحتى الانسان اذا عنده باركنسون برضه بتخفف من الاعراض. بالاضافه لذلك اللي هو بنجد بالنسبه للمخدرات والكحول على العكس هي بتعمل اساءه للحاله اكثر بتاعت الباركنسون، لانها تؤدي الى استهلاك الخلايا العصبيه الدماغيه. طيب في نقطه برضه كان المفروض نشرح فيها اكثر في شكل اخير، يعني هل
عنده انواع برضه شلل الرعاش ده يعني يتطور، انت ذكرت مراحل وبيتطور على 4 مراحل لحد ما يصل للمرحله النهائيه اذا ما تم العلاج بشكل كافي، يعني اذا مرحله الشلل التام، لكن هل هو ذاته بيتطور لانواع اخرى؟ التطور في نفس يعني جبة المرض أي، وليس أنه يدينا مثلا أمراض أخرى، ولكن في أمراض مصاحبة، يعني مثلا مرض الاكتئاب ديبريشن، ومرض مصاحب عادة لمرض الباركنسونز، فكلهم بيجد باكتئاب قلق توتر، ولذلك في العلاج يعني غير أنه العلاج اللي هو المضاد لمرض الباركنسون بندي برضو علاجات مثلا للاكتئاب للقلق للتوتر، ممكن يجيك بإمساك لأن أيضا بيتأثر الحركة المعوية عنده، وبالتالي أنه محتاج أنه يأخذ علاج للإمساك وكذا، ممكن يجيك باضطرابات منامية، الناس اللي بمشي بالليل ليل والناس اللي بيتكلموا وبيقوم كذا، حركة العين السريعة أيضا مربوطة بهم، فهناك أمراض مصاحبة. أيضا مثلا يعني زي ما ذكرت أنه فقدان حاسة الشم ممكن يكون في بداية المرض كبيرة يعني. طيب هل يمكن انه المريض يشفى منه تماما ولا خلاص بس نتعايش معه بصورته الطبيعيه؟ حتى الان لم يتوصل الطب الى شفاء كامل لمرض الباركنسون رغم التطور الحادث، ولكن كما ذكرت هناك عده ادويه يعني تفوق 15 دواء بنوجهها نحو تقليل الاعراض، تحسين حاله المريض العامه، عدم التدهور الأكثر في المراحل. المحور العام اللي هو احنا طبعا قلنا الدوبامين، مادة الدوبامين وهي ناقل عصبي موجود في الدماغ هو المسؤول الأول عن مرض الباركنسون عند نقصه بزاد أكثر من 60%، وبالتالي انه كل العلاجات بتتوجه الى توفير هذه الماده في الدماغ الدوبامين، وعاده ما بنديه مباشره الدوبامين يعني كماده معوضه لان الحاجز الدماغي بيقوم بتكسير هذه الماده، هناك حاجز دماغي لا يسمح بمرور ماده الدوبامين الماخوذه عن طريق بروفيسور ياسر جاد المولى المنصور استشاري المخ والاعصاب وعلاج القضاريف، احنا مقدرين جدا حضورك صباحا وعلى كل الروشتات اللي قدمتها بالنسبه للمشاهدين صباحا، كثر خيرك. الله يبارك فيك، تسلم ان شاء الله. شكرا.